خالد نقول لها الابن عنده سنة وكحة مسائية. وطبعا سألت أختنا أم خالد عن إذا كان الطفل ده أول واحد ولا لا، فهي جاوبت نعم. دي اللي احنا نعرفها في لهفة الأم، إنها التجربة بتبقى لسه صغيرة محدودة، ما عندهاش الخبرة الكافية في التعامل مع بعض الأمراض، وهنا بتبدأ تبني خبرتها مع أول مولود بفضل الله. ما يبقوا أربعة وخمسة وربنا يعز ويزيد الإسلام، هتكون عندها خبرة كافية ازاي تتعامل مع الحالات دي. انا شخصيا بقول الطفل اللي بيرضع رضاعة طبيعية وسنه لسه سنة، ما نحاولش نديله أدوية مباشرة كتير. يعني هو دلوقتي جربت، خد المضاد الحيوي وخد موسعات الشعب وخد، وقالوا له ايه الموضوع سهل. احنا بنقول هو الموضوع سهل لو الام تلتزم بنظام غذائي جيد. يعني اختنا ام خالد هقول لك انت اشربي تيليو، هتشربي ورق جوافة، هتاخدي لبان ذكر حتى تمضغي لبان ذكر عشان بيذوب المخاط، وتشربي مية بعسل نحل مرتين ثلاثة في اليوم. مناعة الطفل هتزداد، وهيوصل له من خلال اللبن، لبن الرضاع، هيوصل له ورق الجوافة والتليو ولبان الذكر. أيضا بنقول لك تدفيه. أحيانا الطفل الدايبر أو البامبرز اللي هو لابسه بيحصل فيه انه بيتبل ويتساب الليل منسي، يعني لو نمنا ونعسنا ومر عليه 3-4 ساعات وهو البامبر موجود، طبعا ده بيكون سبب من اسباب البرد اللي ممكن يوصل عند الطفل. ولكن عايزين نحرص، يبقى عندك منبه 3-4 ساعات. معلش، هو تربية الاولاد متعبة، ان احنا نصحى ونغير له عشان نحرص انه يكون جاف خاصة بالليل. حتى لو بتقول الجو مش برد، حتى لو الجو مش برد، ان وجود مية على جلد الطفل لفترة طويلة من العوامل اللي بتؤدي الى التهابات في الصدر، ونسأل الله انه ما يحولش الموضوع الى حساسية صدر.